سيد شوقي، اليوم مع هذه المستويات التي تقترب من 88 دولار للبرميل، برميل النفط، وتوحد كل التقارير الصادرة عن مؤسسات النفط، عن كبار المنتجين، كبار المستهلكين، بأنه الأسعار مرشحة للارتفاع، وهذا يحصل بشكل يومي. أنت تتابع طبعا أسعار النفط وأسعار الغاز، لكن آخر تسجيل هو أعلى مستوى في 7 سنوات لبرنت، مقترب من 88 دولار للبرميل. بالتأكيد سيكون هناك تداعيات لهذا الارتفاع على أسهم القطاع الصناعي في البورصة القطرية. صحيح، لأنه يعني الآن أسعار النفط وصلت لمستويات قياسية، وكل المؤشرات ما لم تحدث مفاجآت بين قوسين فإن أسعار النفط في طريقها لأن تسجل مستويات قياسية أو تحافظ على هذه المستويات فوق 85 دولار للبرميل. معنى ذلك أن قطاعات مثل قطاع الصناعة، والذي هو بالضرورة هنالك عدد من الشركات هي منتجاتها هي مشتقات نفطية وبتروكيماويات وحديد والصلب والألومنيوم وغيرها، ينعكس ذلك بشكل إيجابي على هذه القطاعات. الآن المؤشر العام للبورصة هو أكثر ارتباطا بارتفاع أسعار النفط عما كان عليه في السابق، بمعنى أن كلما ارتفعت أسعار النفط يعني زيادة في الطلب، يعني تعافي اقتصادي عالمي، يعني فتح المزيد من الأسواق وعودة النشاط والطلب على منتجات هذا القطاع أيضا والقطاع الخدمات بالتوازي، يعني يزيد الطلب على المشتقات النفطية، ينعكس ذلك على إيرادات الدولة على القطاعات المشكلة لهذه الشركات. بالتالي خلال الفترة المقبلة أو على المدى القصير على الأقل، ما لم تحدث مفاجآت في سوق النفط والذي عودنا دائما بأنه في حالة من عدم اليقين والتقلب نظرا للمتحور المنتشر، هنالك أخبار تشير إلى أن المتحور هو أقل تأثيرا على النشاط الاقتصادي العالمي. ماذا عن أسعار الغاز أيضا شوقي؟ أسعار الغاز هي واضح أنها هي الأزمة مستمرة، وخاصة في القارة الأوروبية مع توقعات بشتاء أكثر برودة. يعني خلال المسح الذي تم خلال الأسبوع الماضي أشار إلى أن في حال ازدادت البرودة فإن أوروبا مواجهة خلال شهرين بنفاد المخزون الاستراتيجي، يضع ذلك الأوروبيين أمام أزمة بسبب ارتفاع أسعار الغاز، نقص المعروض التوترات الحالية ما بين روسيا وأوكرانيا من جهة والمتعلقة بخط نورد ستريم. ويمكن قبل قليل قرأنا في الشاشة أن وزيرة الخارجية الألمانية أشارت لأن ألمانيا أو الحكومة الجديدة الائتلاف ربما يتخذ قرارا في حال قامت روسيا بغزو أوكرانيا. يعني ذلك أن الأزمة مستمرة رغم الإمدادات الأمريكية التي تصل إلى السوق الأوروبي، ولكن يعني الطقس هو الفيصل في هذه المعادلة، وأيضا الإمدادات من روسيا، يعني كل هذا يؤثر على أسعار الغاز، خاصة وأن الطاقة المتجددة والطاقة النووية في فرنسا وفي ألمانيا توقفت العديد من المحطات في ألمانيا وفي فرنسا بسبب الصيانة. كل ذلك يلقي بظلاله على أسعار الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هنالك حاليا تنافس ما بين أوروبا وبين آسيا. أصبحت العلاوات السعرية التي كانت تقدمها السوق الآسيوي في السابق أصبحت أوروبا منافسة بسبب شح الإمدادات، أصبحت تزيد من علاواتها السعرية. ارتفاع في السوق الفوري، يمكن الأسبوع الماضي مروان رأينا أن حصة السوق الفوري من العقود في سوق الغاز الطبيعي المصال وصلت لمستويات 27%. في السابق كان السوق الفوري يتأرجح ما بين 15% إلى 20%. معنى ذلك هنالك طلب كبير على الغاز في السوق الفوري، مما يعني بالضرورة ارتفاع الأسعار، وقد نرى يعني أسعار قياسية، خاصة وأن البنية التحتية للشركات أو للمصانع أو مولدات الطاقة هي في العادة تستخدم الغاز فقط، وليس هناك بنية تحتية للتحول نحو وقود آخر في حال شح الإمدادات. هذا يضع الأسعار أمام أزمة خلال الفترة المقبلة، ما لم تحصل هناك تفاهمات سياسية ما بين أوروبا وروسيا من ناحية وبشكل عام خلال في سوق الغاز الطبيعي المصال. أوبك من الواضح من خلال تصريحات وزرائها بأنها ستلتزم بما اتفقت عليه، وهذا بحد ذاته أمر يقلق كبار المستهلكين، بأنه لا زيادة للإنتاج كما هو متوقع من البعض، وبالتالي الأسعار ستكون مرشحة فعلا
اختراق المئة دولار للبرميل. صحيح، يعني موقف أوبك كان واضحا، ويمكن بالأمس تحدث وزير الطاقة السعودي عندما سئل عن أثر السحب من المخزونات الاستراتيجية الأمريكية، وقال بأن هذا أمر يخص الولايات المتحدة. وفي سياق آخر يمكن أن نقول بأن أوبك بلس هي ستسير على نفس خطتها بزيادة 400,000 برميل في اليوم. وحتى أوبك نفسها بالمناسبة، وكما ذكر زميلي زهير قبل قليل، بأن هناك 14 دولة من أصل 23 من تحالف أوبك بلس لم توفي بالحصة المستهدفة ضمن الاتفاق. يعني في ديسمبر الماضي تم ضخ 300,000 برميل من أصل 400,000 برميل، وبشكل عام يعني خلال الشهرين هنالك فارق حوالي 650,000 برميل هي من مفترض يعني لدول تحالف أوبك بلس أن يضخها، ولكن هنالك صعوبات أو تحديات تواجه العديد من الدول بسبب ربما عدم ضخ استثمارات خلال الفترة الماضية من قبل شركات الطاقة الكبرى. رأينا كيف واجهت هذه الشركات تحديات، لجأت إلى توزيعات نقدية بدلا من الدخول في استثمارات جديدة. هنالك حاليا التحديات المتعلقة بنقص الإمدادات من هذه الدول، انتشار المتحور أوميكرون وحركة الطيران العالمية. رأينا خلال الفترة الماضية إلقاء الآلاف الرحلات الجوية، كل هذا يزيد أو من التوقعات بارتفاع أسعار النفط. اليوم على سبيل المثال ونحن ننتظر التقرير الشهري لمنظمة أوبك والذي يعرض توقعات السوق، ويليه أيضا ربما بعد غدا التقرير الرسمي بما يتعلق ب مخزونات الإنتاج التجاري الأمريكية، والتي هي يعني انخفضت للأسبوع السادس على التوالي. كل هذا يزيد من الطلب والتوقعات المؤسسات الدولية. أكثر من مؤسسة مالية أشارت إلى أن الطلب سوف يصل أو يتجاوز مستويات 100 مليون برميل خلال هذا العام. كل هذا يضغط على الأسعار. ربما التوقعات بأن 100 دولار أو 120 دولار هي مندفعة بعض الشيء، ولكن بالتأكيد هي الأسعار مرتفعة. نحن نتحدث الآن عن تسليم شهر مارس لخام برنت أكثر من 85 دولار للبرميل. بالتالي بشكل عام أسعار النفط تواجه ضغوطات ستواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة. نعم.